وان شاء الله كمان يمكن خلاص بعد الايقاف كهربا راجع. فبرضه يعتبر من الاوراق الرابحه لدى فايلر، وفي المباراه الجايه اكيد فايلر هيعتمد عليه بشكل كبير. يعني فايلر في المؤتمر الصحفي اللي فات قال يعني كهربا عنده في اولوياته في حساباته. قال طبعا يعني هو لسه مبتعد فتره كبيره عن المباريات، فاكيد يعني لسه الجاهزيه عنده مش بنسبه 100%، ممكن ياخد اجزاء في المباراه. هو الفايلر دايما عنده حسابات خاصه كده، وهو الحل السحري. اعتقد لا هو اعتقد هو واقعي شويه يعني. لو بنتكلم على يمكن تاخيره شويه، او الناس فاكره انه مؤخر دخول مثلا صالح جمعه، لا هو عنده سياسه معينه ماشي عليها. مش معنى ان كهربا الايقاف خلاص يبقى هيخش على طول، يعني برضه في حسابات فنيه بقاله كتير بعيد عن الحاله طبعا. البدنيه، لياقه الماتشات نفسها مش موجوده حقيقة. فاعتقد رجوعه مكسب اكيد، اشتراكه اكيد هيكون على فترات، ممكن اخر نص ساعه ياخد، وممكن جدا اخر ربع ساعه، يبقى احساس المباريات كمان يخش فيه بشكل افضل. اكيد يعني ان هما يعني مفتقد الريتم السريع في المباراه، فهو عشان بقاله فتره يعني في الايقاف، فاكيد لما يرجع ياخد اجزاء يبقى افضل ليه. عجبني حتى يعني اجايل المباراه اللي فاتت امام حرس الحدود وهو قاعد والمدرب بيدفع بيه في الشوط الثاني، يعني كان بيبدا بيه وكان بعيد شويه عن الفورمه بتاعته، فلما قعده ونزل حتى المباراه اللي فاتت كان في انتاج كويس من اجايل، وبدا يعني يدخل في الفورمه. وتاثيره مش دلوقتي، يمكن تاثيره يبان في المدى البعيد اكتر يعني دلوقتي. احنا خلينا يعني عشان يعني الفتره اللي دي رينيه فايلر واللعيبه، انت بتبص للهدف الاكبر. هو بطوله افريقيا.